السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءة جديدة وحصية على قناتنا لمواليد برج الثور. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر ان شاء الله باذن الله. يا برج الثور تكون قراءة كلها مبشرة. الشهر القادم لحياتك بفضل ربنا هيكون كله تغيرات وفرحة طال انتظارها. انزل في الكومنتات وقول لي يونس عليه السلام الدعاء اللي قاله لربنا، ربنا خرجه ونجاه، فان شاء الله باذن الله ربنا يخرجك وينجيك من اي مشكله او من اي حاجه معينه بالك مشغول بيها. طبعا ما تنسوش اللايك الحلو والتعليق اللي بتصلوا بيه على الحبيب، عشان اقدر اقول ان عندي جيش برج الثور حبيب قلبي اللي دايما منورني ومشرفني على قناتي. يلا يا برج الثور حط النيه بتاعتك ونشوف مع بعض ايه ضربه الودع هتقول لك ايه. ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا تبيعه ولا وسواس ولا اي مشكله عندك، اول تعليق هتلاقي لينك قناتنا اللي عليها العلاج او صندوق الوصف. نشوف مع بعض ايه الاخبار اللي عندك الفتره القادمه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اقدر اقول ان انت ممكن تاخد قرار، اقدر اقول ان انت عندك طاقات ايجابيه. الفتره دي عندك مشكله بتحاول بقدر المستطاع تحلها، عندك مشكلة خلاص حاسس ان انت منى عينك ترميها ورا ظهرك، مش قادر تاخد قرار، مش قادر تعمل اي حاجة معينة تخص حياتك. فانت ممكن كمان يكون عندك ضغط نفسي او عندك حاجة معينة عمالة تاكل فيك، يعني المشكلة الكبيرة اللي في حياتك دي هتتحل قريب جدا. وممكن كمان يكون عندك طريق حلو. في كمان هنا مواجهة مع حد، خلي بالك ان انت هنا عندك واحدة ست، الست دي واقفة في وشك، يعني انت ماشي في طريق والطريق ده خير، بس في ست تلاقيها واقفة في وشك كده عاملة زي البومة، عمالة تبص عليك، عمالة تاكل او تأذي فيك. عندك حد زعلان منك، حد بينك وما بينه مواضيع عماله تتفتح، او بينك وما بين حد زعل مع اشخاص برضو مقربه ليك. ممكن كمان الفتره دي ما بقاش عندك او ما بقاش ليك نفس ان انت تعاتب زي الاول، ما بقتش بتتكلم برضو زي الاول. في حد مقرب ليك بيأذي فيك، اقدر اقول ان انت مغدور ومأذي ودايما معرض للخذلان وللكلام الكتير من شريك، من اهل، من اصدقاء، من مشاكل كتير. يؤسفني اقولك ان انت عندك سحر، السحر ده هو اللي مبوظ حياتك، وانت اكتشفت ان انت عندك سحر ولحد الان حيران ومش عارف تفكه، لحد الان حيران ومأذي من اي حد في الدنيا. بس الفترة اللي جاية ربك هو اللي هينجيك بفضل ربنا. دايما بتبذل اقصى مجهود في حياتك، بتبذل اقصى مجهود علشان توصل في قمة الازدهار. في صدمة من حد، انت مصدوم من صدمة من حد كبيرة جدا، حد انت اكرمته وفضلته على نفسك، الحد ده جه عليك، الحد ده كسر بخاطرك وحسسك ان انت ولا حاجة، او انت قارنت نفسك او انت خيرته واختار الحاجة التانية اللي انت مستحيل كنت تتوقع ان يختار الشريك منك او يختار الناس اللي انت اكرمتها. انت منتظر فرحة بكل الطرق الفترة دي، منتظر اي حاجة تفرحك علشان خاطر بتقول خلاص انا مش قادر اخد نفسي. عندك علاقة او رابط قوي او موضوع علاقة حب بينك وما بين ابراج نارية. ايه علاقتك بالابراج النارية؟ ممكن يكون بينك وما بينهم علاقة حب او علاقة ارتباط او اتغدر، حصل غدر، انت عندك حاجة او بينك وما بين بينك وما بينهم طار قديم عايز تاخد حقك منه، او الشريك غدر بيك من الابراج النارية، انت عندك حاجة تخص الابراج النارية. فان شاء الله باذن الله هيكون عندك برضو تخطية للمشكلة اللي بينك وما بينهم، او عندك وقفان على ارض صلبة بينك وما بين الابراج دي، وان شاء الله باذن الله ربك هو القادر انه هيكرمك وهيخليك دايما من الاوائل بقدر المستطاع اللي في حياتك الفتره اللي جايه.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بقالك فترة بتعاني، بقالك فترة حاسس بمرض، بقالك فترة حاسس ان انت مش قادر تاخد نفسك، مش قادر تعمل اي حاجة جديدة في حياتك. عندك هنا الزعل اللي حصل ده خلاك تاخد قرار غلط. لا، ما تاخدش القرار الغلط، ما تشمتش حد فيك ابدا. انت زعلان ان انت مش قادر تنام، زعلان على نفسك ان انت ما تستاهلش اللي بيحصل ده فيك من المقربين ليك. فانت عندك تفكير مفيش نوم بيجيلك خالص، يعني مش قادر تنام، طاقة تفكير رهيبة. في حد عندك عايز قاصد ان هو يخرب عليك، قاصد ان هو يعني يخرب بيتك، فما تسمعش كلامه، بيوصل لك كلام غلط، بيوصل لك كلام عكس ما هو عكس الحقيقة، فما تسمعش كلام اي حد مهما يكون. انت عندك حد بيحاول يخرب عليك، فالحد ده يا ريت ما تسمعش كلامه خالص. انت طاقتك دايما بتكتشف لك الاشخاص اللي حواليك، وعشان كده الفترة دي مستني بفارغ الصبر الخبر اللي هيفرحك خلال فترة معينة. ممكن للناس المنفصلة يكون عندكم حاجة تخص العاطفة، ممكن يكون عندكم رجوع او لم شمل بينك وما بين اطفال. انت دايما صابر ومن الناس الصبورة، ودايما بتقول وبشر الصابرين الذي صبروا، فان شاء الله باذن الله هتكون دايما متألق. بس ما تزعلش مني، انت في موضوعين او في حاجات كتيرة شاغل بالك بيها وعايز تاخد القرار وبرضه خايف، او عايز تاخد القرار يعني مش عارف القرار، حاسس ان هو تقيل على قلبك، حاسس ان هو واقف كده على صدرك مش قادر تاخد نفسك. ممكن يكون في حد متوفي عندك، الحد المتوفي ده مش هقولك ان هو كسرك، بس هو فعلا من بعد وفاته تعبت نفسيا، وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فأي حد ممكن يأذيني او يدخل لبيتي طاقة سلبية. ممكن كمان يكون هنا عندك مواجهات، انت مشكلتك ان الست اللي عامله لك السحر، الست دي فعلا ما بتحبش اصلا، هي مش متعمده تعمل لك انت، بس هي ما بتحبش تشوف اي حد بخير، ما بتحبش حد يكون كويس في حياته. انت مشكلتك ان انت قلبك ابيض وحنين جدا ومخلص في حياتك، ودايما بتدي من غير اي مقابل. بس عندك حد متقلب المزاج، حد غدر بيك، حب مصلحته على مصلحتك، ما وقفش معاك زي ما انت وقفت معاه، وعشان كده انت عمال تعافر اليومين دول. ممكن يكون كمان انت عايش في غربة، وبقدر المستطاع مستني النقلة الجديدة اللي ان شاء الله بإذن الله هتكون خير، او فتحة خير ليك، او فتحة طاقة عامة في الفترة اللي جاية. انت ممكن كمان الفترة دي حاسس ان عندك وقف حال، مش قادر يعني مالكش نفس تشتغل، او مالكش نفس تعمل اي حاجة. ممكن يكون عندك حد من الابراج الهوائية، ممكن يكون هيتحدد جلسة بينكم، او هيكون في امور او مواجهة بينكم، وهتاخد قرار انت عايز تنفصل عن حد، في علاقة ربطاك، او في مسؤولية مقيداك، الله اعلم. بس الحاجة اللي انت عايز تعملها هتاخد فيها قرار، ما تقلقش خالص من الكلام اللي عمال يحصل حواليك. انت هنا اطعنت ومخدور، وفي مراقبة عندك، عندك مراقبة على السوشيال ميديا. كان عندك علاقة على السوشيال ميديا وتحولت لعلاقة قوية، وفي الاخر اتظلمت، او في الاخر اتكسرت منها. ممكن الفترة اللي جاية في حاجات هتستجد، في فتحات مشاريع برضو هتتجدد في حياتك، ما الله اعلم. بس انت عندك طاقات بتخرج منها، انت حاسس بالوحدة، حاسس انه في حد مكتفك، حاسس ان انت عندك حاجة غلط، عشان كده انت الفترة دي مخنوق. عندك الطبيعة بتاعتكم مش سايباكم في حالكم، مخلاكم بتحلموا بكوابيس، بتحلموا بحاجات تضايقكم. ف يعني الخطوة اللي جاية دي هتكون خطوة حياتك انت، فهتثبت وجودك ان شاء الله بإذن الله. اكتر
المشاكل اللي عندك هي وجع في عظمك، هي وجع في جسمك، ممكن يكون القولون عندك عصبي او عندك وجع في جسمك غير طبيعي. دايما حاسس ان انت عندك عراقيل، يعني حاسس كده وشك في حاجة غلط، حاسس يعني حاسس ان انت دموعكم دايما على خدكم، دموعكم دايما واخده جزء كبير جدا في حياتكم. هو بس انتوا مفيش استقرار، مش قادرين تستقروا نفسيا، مش قادرين تستقروا يعني في حياتكم بالكامل، او ناويين ترحلوا، ناويين تمشوا من المكان اللي انتوا فيه، عايزين تطلعوا بأي طريقة. انت دايما صحاب سلطة، دايما بتقفوا على ارض صلبة، بس هو اللي تعبكم الغدر والخيانة. عندك هنا حب متبادل بينكم وبين حد هيبادلكم في حب، او هيكون في حب او كلام، بس عيونكم فيها دموع، وان شاء الله باذن الله دي هتكون دموع فرح، مش هتكون دموع حزن خالص، هتكون دموع حلوة هتفرحكم. انتوا في ارض بيتكم مش مرتاحين، في ارض بيتكم مصدومين من ناس كتيرة جدا، فان شاء الله باذن الله الحيرة والدوامة اللي انتوا فيها دي هتطلعوا منها، واقدر اقول ان انتوا هيكون في بداية او خطوة جديدة ان شاء الله. انتصار عظيم، في اتنين هيقفوا جنبكم، اتنين هيساعدوكم، هيخلوكم تنتصروا او هيخلوكم تطلعوا من نجاح لنجاح. اقدر اقول ان الفترة اللي جاية هتكون افضل من الفترة دي، علشان الورق اللي عندك عاطل هيتم على خير، السفر ممكن يكمل، اللي انت مستنيه ممكن يرجع لك، الله اعلم. ففي حاجات برضو هتشتغل عليها. عندك هنا حد في مجال عملك، حد في مجال عملك مش حبك ابدا توصل للمكان اللي انت فيها، وعمال يأذي فيك وعمال يتحدى فيك، فياريت تهدى كده. انت دايما عندك صراع نفسي، او اقدر اقول ان انت دايما واثق في خطواتك، وعشان كده لما بتحط حاجة قدامك مفيش حاجة اسمها انا مستحيل اتخلى عن هدفي، لا انت بتكمل من غير حتى ما تفكر، فعشان كده دايما بتسعى وعمال دايما تعافر، فما تقلقش خالص. انت ممكن كمان يكون هنا يعني لو كان في ما كانش في مواجهة، فهيكون في حد عمال كده عايز ياخد مكانتك، عايز يطلعك من اللي انت فيه، فما تقلقش خالص ان انت في طاقة عامة. علاقتك الحب اللي بينك وما بين حد، يعني العلاقة اللي بينك وما بين حب بينك وما بين حد دي، هو الحب متبادل، بس انت بتغير قوي زيادة عن اللزوم، انت دمك حامي، انتوا دمكم حامي دايما، دمكم حامي قوي، فبتغيروا جدا على اللي ليكم، يعني اي حد ليكم بتغيروا عليه، فحس عشان كده مفيش استقرار، او مفيش اي حاجة تفرحكم، مفيش اي حاجة تطلعكم اللي انتوا فيه. في عندك حد من اهل الام يعني بيجي في سيرتك، حد من اهل الام جاي في سيرتك على طول، يعني بيتكلم عليك، وعشان كده انت مش مرتاح مع ناس تانية في حياتك، فبسم الله ما شاء الله عليك، ممكن كمان تاخد اكتر من خطوة الفترة دي، ممكن تطلع من السكن اللي انت فيه ده، ممكن كمان يعني تحصن نفسك وتعالج العين القوية اللي صايباك في الحسد الشديد. انتوا دايما حمالين قاسية، وعشان كده صبرتوا زيادة عن اللزوم. يعني دايما بيظهر لكم حرف السين، حرف الحاء عندك دايما بيظهر لكم، وعندكم كمان حرف الميم، حرف الالف، الحروف دول ظهر لكم دايما في حياتكم، فان شاء الله باذن الله ممكن يكون عندك فرحه. بس دايما اقول لكم حطوا عينكم في وسط راسكم، يعني ما تسمعوش كلام حد ابدا، ما تركزوش ابدا لاي حد، علشان خربين البيوت كتير جدا، ممكن حد يخرب بيوتكم من غير ما يعني ما تفكروا، فياريت تخلوا بالكم. ويعني في هنا كمان تنميل في الجسم، ممكن انتوا بتكونوا بتحسوا بتنميلة في الجسم كده فجأة من غير اي سبب، وده طبعا حاجة برضو انت مش عارفين او مش فاهمينها خالص. الفرحة اللي جاية دي يعني هي هتجيلكم من بعد التعب، مش جيلكم على الفاضي، ده هي جيلكم من بعد التعب اللي عندك، ففي فرصة لتجديد العلاقات وتصليح الامور اللي بينك وما بين حد.
أخبار، 3 أيام في حاجة هتحصل عندك، 3 أيام في هيكون عندك تفاؤل حلو، هتتفائل بالخير بالفعل. يعني بص، هنا اللي بيراقبوك وبيغيروا منك هم غيرانين من كل حاجة تخص حياتك، فما تقلقش حد يعني. وفي حد عندك علاقته بيك غامضة، علاقته بيك انت مش فاهمها، فعشان كده عايز تتواصل مع حد، عايز يعني انت على وشك ان انت تطلع نفسك من اللي انت فيه، بس انت بتمر بظروف صعبة، بتمر بحاجة صعبة عندك، فما تقلقش خالص. بسم الله ما شاء الله عليك، عندك حاجة حلوة جدا جدا هتحصل لك، الحاجة دي هتخليك هتفرحك او هتعمل لك حاجات، انت عندك كلام جوه قلبك عايز تعبر عنه، بس اللي بينك وما بين الشخص اللي انت مشتاق له غربة. في كمان هنا انت اتأذيت، ممكن يكون تعبت شوية تعب نفسي تعب جسدي، خدت علاج، حجزت مستشفى او خدت علاجات كتير، او في حد عندك اتعالج من مشكلة او من شوية اذى في عندك في حياتك. انت للأسف على طول ان يعني بتقول بكرة هيكون احسن، بعده هيكون احسن، وبترجع تقول ايه ده اللي انا بقوله، انا ده ما فيش حاجة بتتحسن. لا، ان شاء الله طول ما انت متفائل هتلاقي دايما عندك نجاح وتقدم، بس ما تقلقش من اي حاجة خالص. لا اما انت عملت لحد بلوك، لا اما في حد عمل لك بلوك، كان عندك علاقة مع حد قوية جدا بس حصل غدر او حصل سوء تفاهم فالمشاكل اتقلبت خالص. انت في يعني انت الفترة دي عايز ترجع او عايز او انتوا عايزين تشتروا حاجات جديدة. في كمان هنا يعني خدت انت قرار ان انت تمشي بعيد عن الشريك، او خدت قرار ان انت تبعد عن الشريك عشان خلاص حس ان انت شريك مش بفهمك، او حس انه في مواضيع من مشاكل. انتوا غلطتوا غلطة وندمانين عليها، تخص الحياة العاطفية، انتوا مقدمين على السفر او مقدمين على مواضيع حاجة معينة، فان شاء الله بإذن الله برضه هتحصدوا منها خير. في عرض، العرض اللي جالكم انتوا ندمتوا ان انتوا خدتوه، او ندمتوا ان انتوا خدتوا القرار ده، يعني حسيتوا قد ايه ان انتوا غلطانين ان انتوا خدتوا القرار ده. والمراقبة دي اللي عندك من ابراج نارية، فممكن يكون عندك برج القوس، برج القوس ده بينك وما بينه علاقة، انت غلطت ان انتوا خسرتوه، او انتوا يعني العكس ليكم او ليهم، حصلت خسارة بينكم، دي كانت غلطة كبيرة. في كمان ان انتوا الفترة دي عايزين تروحوا مكان جديد، او نفسكم تزوروا مكان جديد. انت دايما بتدور على الحب وبتدور على الحنان، مش فارق معاك اي حاجة في حياتك غير ان انت تلاقي الشخص الصح، او تلاقي الشخص اللي فعلا يطبطب عليك وقت ما انت تكون محتاج الطبطبة، يعني القلق والحيرة دي. فان شاء الله بإذن الله ربك هو اللي هينجيك ويخرجك من اي ضغط نفسي. ممكن كمان يكون في تغيير في شغلك، هتروح شغل افضل، او هتروح المكان التاني اللي انا عمالة اكلمك عليه ده في الشغل الجديد. في كمان انت بتعرض على الاهل موضوع زواج، او بتعرض على الاهل موضوع ارتباط، ودايما الاهل رافضين، او الاهل دايما بيقولوك لا غلط اللي انت بتعمله ده، او لا في حاجة غلط بتحصل عندك. ممكن يكون كمان في حد كبير عندك في السن من العيلة بتاعتك رافض القرار او رافض الموضوع، ودي طبعا حاجة مضايقاك انت، او حاجة مخلياك مش عارف تاخد قرار ولا عارف تعمل اي حاجة في حياتك. فان شاء الله بإذن الله في خطوات ايجابية، او في طاقة عامة ممكن يعني تحسن الداخل بتاعك من بعد الطاقة اللي هتجيلك دي. بسم الله كمان ما شاء الله عليك، يعني من يعني الناس هي فعلا عمالة تحسد فيك، عمالة تأذي فيك، عمالة تتكلم عليك، فما تقلقش خالص خالص. عندك شخص مقرب لقلبك بيتكلم عليك وجايب في سيرتك.
دايما انت عارف او واخد قرار بينك وما بين نفسك ان انت مستحيل تعمل حاجة غصب عنك، او مستحيل تاخد قرار ممكن يزيك. دايما بتفكر صح الايام دي، او دي من اكتر الايام اللي انت بتفكر صح في حياتك، او بتحاول تاخد قرار صح. عندك حد متعمد، او هو مش متعمد، هو ممكن يكون من كتر ما هو بيحبك قوي بينك وما بينه ضغط، من كتر ما هو بيحبك قوي حاسس ان هو بيأذيك بكلامه. بس دايما اللي يعني اللي بيضر شكلك، او اللي بيحاول يأذي فيك، او مش لازم يأذي فيك بطاقة سلبية، يعني بيحاول ان هو يتكلم معاك، ممكن يكون بيحبك بس انت متفسر او تخلي بالك من اي مشكلة او من اي مواضيع عندك بتحصل في حياتك. ان شاء الله بإذن الله انت هتطرد ناس من حياتك، هتطلعهم بره، هتقول الاشخاص دول مش مقدرين وجودي في حياتهم، او مش مقدرين قد ايه انا بحبهم، قد ايه انا عايزهم يكونوا مبسوطين، فانا خدت القرار خلاص ومش هرجع فيه تاني، ان انا مستحيل اشفع لحد. انت ما بتحبش تأذي حد، بس لما بتحط حاجة في دماغك مفيش حاجة بتخليك تسيبها، لا بتكمل. رغم ان انت قوتك خارقة، رغم ان انت قوي جدا وبتعرف تاخد القرار، رغم ان انت دايما عندك علاقات قوية في حياتك، او عندك دايما بتحب تتعامل مع ناس بينك وما بينهم سلطة، بينك وما بينهم كده، انت دايما بتحب الاشخاص اللي اكبر منك سن، بتقول ان هم فاهمين اكتر في الحياة، او عارفين اكتر، دارسين قوي في الحياة الفترة دي. في كمان خط انت حطه وبتشتغل عليه، علشان ممكن يكون الخطوط اللي انت عمال ترسم فيها في حياتك دي هتخليك صاحب قوة، هتخليك صاحب سلطة عالية، هيخليك صاحب حاجة جديدة في حياتك. لإما رجوع، لإما تواصل جديد، لإما حياة جديدة هتشتغل فيها، والله أعلم. انت عندك واحدة ست بتحبك قوي، الست دي بتزعل على حزنك وتفرح لفرحك، ودايما نفسها تفرح بيكم، او نفسها يعني تلاقيكم كده في حال افضل، هي فعلا بتحبكم جدا. الست دي اوعوا في حياتكم تتخلوا عنها، دايما خليكم واقفين جنبها، علشان عندكم ارض صلبة هتقفوا عليها الفترة اللي جاية. وان شاء الله باذن الله كمان ممكن يكون هتحصن، يعني انت لو حصنت نفسك هتطرد العين منك. وبلاش تروح المشايخ، علشان مفيش حد هيفك لكم السحر اللي عليكم غير من ستر ربنا عليكم، باذن الله هيتفك في اقرب وقت. انت طالب الرضا من ربنا ومش عايز اي حاجة تانية، عشان كده حاطط رجلك على اول السلم، والسلم ده برضو طريق خيط ليك، او طريق هدف لجديد ليك. ان شاء الله باذن الله هنا يعني ممكن يكون عندك اولاد جديده، لاما لم شم انت خدت علاج، او كشفت كتير علشان الحمل، انتوا كشفتوا كتير علشان الحمل يكمل على خير، او في ممكن بعض منكم واخدين يعني ممكن بيفكروا ياخدوا حقن، بيفكروا ان هم يتعالجوا، بيفكروا في حاجات كتيره جدا تخص الحمل، وعشان كده تعبتوا وخدتوا علاج كتير. في حد هنا وجع قلبك ونفسك، او منع عينك يترد جزء من ظلمك، يعني انت مستني جزء من ظلمك، مستني كارما من حياتك، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتتحسن. وخلي بالك الطرف الثالث المتعمد يأذي فيك، او اللي متعمد يتكلم عليك، او متعمد ان هو يجيب في سيرتك، بفضل ربنا هتاخد الخطوه في الوقت المناسب. ولو الشخص المقرب ليك اللي هو الشريك، انت بتقول عليه خاين، بتقول عليه سابك، بتقول عليه ظلمة، انت عندك سحر، وزي ما قلت لك السحر ده هو من ست، فعشان كده عندك. والسحر ده ممكن يكون معمول لك وقف حال في كل حاجة، مش لازم يكون في الرزق بس، ممكن يكون كمان في العلاقات العاطفية، ممكن كمان يكون في اي حاجة تخص حياتك انت بشكل كبير. يعني بلاش الاستعجال، وتخلي بالك من نفسك كويس جدا. انت كل اي حاجة بتفكر فيها، اي حاجة بتفكر فيها زيادة عن اللزوم ما بتكملش ابدا. فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون في خير.
أتمنى لك السعادة، أتمنى لك الرزق، أتمنى لك الفرحة القادمة. لو عجبتك القراءة ما تنساش طبعا تقولي في الكومنتات إن القراءة عجبتك، وما تنساش اللايك والتعليق الجميل اللي بتصلي فيه على الحبيب، وانتظر مني توقعاتك على طول في خير وتقدم الفترة اللي جاية.